أغلبنا عنده خيار البانوراما اللي هذا هو بالتليفون. هذا شو نستخدمه؟ مثلاً هذا المنظر، وهنا أنا عندي أشجار، فراح أجمع الأشجار مع هذا المنظر. شلون؟ أروح على خيار البانوراما اللي هذا هو، وأقلب الموبايل بهذا الشكل، وأدوس على البانوراما أخلي يكون من فوق إلى جوا. فهسه أشوفكم شلون. راح أبدي بالتصوير. عندي هاي الشجرة اللي أنا واقف هسه جواها، أحددها وأضغط على خيار البانوراما وأنزل. وهاي هي البحيرة والشجرة عندي بصورة واحدة، صارت حلوة. فجربوها وهتحصلون على نتائج حلوة.